المصور كرز. ياه، عصير توت شهي يا روزي، ألن يشرب رومبا معنا؟ رومبا، وقت العصير، وإلا سينهي كرز كل العصير. ما هذا؟ رومبا؟ رومبا، هل أنت بخير؟ كل هذه الأشياء قفزت في وجهي. كاميرا رائعة، هل لي أن أجرب؟ استعرها إن أردت. رومبا، أنا أظن أن الوقت قد حان لترتيب خزانتك. لست في حاجة إلى ترتيبها، كنت فقط أبحث عن الطبق الطائر. تقصد هذا الطبق الطائر؟ هاي. عشي ليس مكانا للعب، ابتعدوا يا حبات البلوط المشاغبة. اقفز اقفز بأقصى سرعة داخل العش. بلبلة، هل يمكنني تصويره؟ إما أن تبتعدوا من أنفسكم وإلا سترون. هيا اخرجوا من هنا، هيا. عشي، فكري، حبات البلوط خرجت عن السيطرة. مرحباً، هل يريد أحد أن يلتقط صورة هنا؟ هذا يدغدغ. أخيراً، انتهيت. لماذا لا تبدأ بالأشياء التي لا تتدحرج؟ مدهش، أنت ماهرة في هذا يا روزي. أشكرك. أريني مرة أخرى. محاولة جيدة يا رومبا، عليك ترتيبها وسأساعد أنالين. إلى اللقاء. آسفة على التأخير. الأصفر من فضلك، أنا أخلط جميع الألوان معاً كي أصنع لوناً جديداً. ليه؟ الوردي. لا لا، الأحمر. لو خلطت اللون الأحمر سأغير اللون و... هذا هو. هذا لون جميل. ليس فقط جميلاً يا روزي، إنه اللون الأحمر الوردي، أكثر لون مفضل عندي. سأسميه سأسميه حمرود. ما الأمر يا لين؟ أحب هذا اللون جداً، لكن كيف سأتذكر الألوان التي صنعته منها؟ ترى ما هذا الصوت؟ سأذهب وأرى. مرحبا بينون، هل أنت بخير؟ مشكلة بسيطة في حديقتي يا روزي، بل مشكلة كبيرة حقا. سوف أساعدك، فقط أرني. إنها كرمة العنب، لقد نمت كثيرا وأصبحت تحجب ضوء الشمس. فلتجذبها يا بينون. لكني أحبها. ربما يمكنك أن تربطها إلى الخلف. فكرة رائعة يا روزي. ماذا كان هذا الصوت؟ أنا لا أعرف. آسف يا روزي. هيا لنغسل وجهك. أجل، صورة أخرى رائعة. منخفض؟ سوف تصل إليه حبات البلوط بسهولة، وأنت تعرف أنني أحب الهدوء يا فكري. نعم يا بلبلة.
بلبلة. ليس الآن يا كرز، عشي على الغصن الخطأ، هذا ليس مناسباً لطائر خجول مثلي. ألا تريدين أن تطلع الجميع على خبر مثير للغاية؟ كرز سيقيم معرضاً للصور على تل فكري، لا تفوت. كم أتلهف لرؤية هذه الصور. ترى من صورت يا كرز؟ سترون، ها هي. تغطيني الألوان وأنا متسخة. لم أكن أعرف أنك صورتني. ولا أنا، أبدو سخيفاً. وأنا أيضاً. ها؟ وهذا بالتأكيد ليس مظهري الأفضل. كل ما فعلته هو أني التقطت صوراً لكم. كان يجب أن تخبر الجميع أنك تصورهم. روزي محقة يا كرز، كان عليك الاستئذان قبل تصويرنا. حسناً، سأستأذن من الآن. صورني يا كرز، سأريك أجمل ابتسامة. أحسنت يا رومبا. أجل، كل شيء في مكانه. الآن يمكنك اللعب بالطبق الطائر. لا أستطيع يا روزي، أخشى أن أنسى مكانه. مرحبا روزي، أيمكنني تصويرك؟ حسنا. صورة رائعة، شكرا. أتودين مساعدتي في الحديقة يا لين؟ حسنا. ما الأمر؟ ألا تحبين الزراعة؟ نعم، لكني لا أريد أن أتسخ، فمن الممكن. هو جاء. يا لين، أيمكنني تصويرك؟ نعم، من فضلك. لماذا تتشاجران؟ بلبلة أرادت الظهور في صورتي. اسمحي لي، كانت صورتي أنا. كرز، ربما كان التقاط صور الناس ليس بالفكرة الجيدة. لكنني أصبحت أستأذن أولاً. لكن الجميع يستعد للتصوير بدلاً من القيام بأعمالهم العادية. ألا يمكنني التصوير بعد الآن؟ حسناً، ربما يمكنك تصوير الأشياء مثلاً. أشياء؟ أي أشياء؟ اتبعني. أنت يا لين، والألوان التي مزجتها. هكذا لن أنسى كيف صنعت لوني المفضل. وهذا أنت وكرمتك المفضلة يا بينون. هكذا لن أنسى أبدا كيف كان شكلها، رغم أني شذبتها بالفعل. وهذا عشي على الغصن المناسب. لو سقط مجددا فلن تنسي الغصن. أقفز أقفز بأقصى سرعة داخل العش. اخرجوا من العش الآن. نعم، هكذا سأعرف مكان الأشياء دائما. هيا، من سيلعب؟ أجل، لقطة مثيرة. حقا، لقد أحسنت ترتيب هذه الخزانة حتى لو كنت أمدح نفسي. يسعدني أني ساعدتك يا رومبا. والآن أين دفتر رسوماتي؟ أتريدين بعض المساعدة؟ أين هذه الصورة مجددا يا رومبا؟ الريشات الطائرة.
روزي! رومبا! ما هذه الضجة؟ إني أتمرن على هذه منذ زمن، وأخيراً أتقنتها! لن تصدق عينيكما! جاهزة؟ واو! هذا مدهش يا بلبلة! واو! ماذا كان هذا؟ إنها حركتي الخلفية البارعة طبعاً! لين سوف تحب أن تراها، وبينون و... يجب أن تقيم استعراضاً! أنت على حق! أروع استعراض للطيران على الإطلاق! يمكننا أن نساعد! لقد وجدتها! سنكون أم الريشات الطائرة! أوه، كم أنا متشوقة! لطالما أردت أن... علينا أن نتمرن! لا وقت لدينا! أريد منكما أن تجهزا مسرحاً كبيراً للاستعراض المدهش الرائع! كبير كيف؟ كبير! أنا نجمة كبيرة جداً وأحتاج مسرحاً كبيراً! إلى الفضاء يا ريشات! والآن ما رأيكم؟ نعم، أحسنتم جميعاً. فعلاً بداية جيدة. فاشلة جداً. لست مضطرة لسماع هذا. قد تصبح ممتازة إن عملتم معاً. هذه تكفي، سيكون لدينا مسرح في القريب. إنها بدائية قليلاً. مسامير وبعض الصمت وتصبح جيدة. بلبلة تريد المسرح متميزاً. كرز، علينا أن نجد أفضل خشب ونصنعه بأفضل طريقة. أي ببطء شديد. قد يصبح أجمل لو وضعنا أعلاماً حوله. فكرة رائعة! الأعلام في بيت اللعب. سأحضر البالونات. لا استعراض بدون بالونات. عليكما أن تبقيا في الخلف قليلاً. لا تنسيا، الجمهور سيأتي لرؤيتي. أنا بلبلة. وأنا. وأنا. نحن أيضاً مهمان. هذا صحيح. لديكما أهم عمل في الدنيا، أن تجعلاني أبدو مميزة. ما رأيك في هذا اللوح؟ ظننت أننا نعمل معاً يا كرز. أنت بطيء، أستطيع أن أعمل وألعب في الوقت نفسه. تفضل. لدينا خشب كاف، شكراً يا كرز. على الرحب. والآن كل ما علينا فعله تجهيز الكشك. كشك؟ أي كشك؟ الفشار والحلوى. لا استعراض بدون الفشار والحلوى. طبعاً صحيح يا لين، لنذهب ونحضرها. أنتما مستعدان؟ 3، 2، 1، انطلاق! بعد إذنكما، أنا في الوسط بينكما. ومصرة على ذلك. حسناً، ما رأيك أنت؟ لن أقول شيئاً، في المرة الماضية غضبتي. عرفت رأيك. آه يا رومبا، هل تساعدني في تدريب الريشات؟ أنت تريدين مساعدتي؟ حسناً، ستجري الأمور على طريقتي. نحب الحلوى! ننط! آسف يا حبات البلوط، إنه استعراض طيران للعصافير، وأنتن لستن عصافير، أنتن... حسناً يا ريشات، القاعدة الأولى. هل يمكن أن... القاعدة الأولى حسن الاستماع، الوقت قصير قبل الاستعراض.
والقاعدة الثانية: عليكم أن تقوموا بالحركة نفسها ولكن في الوقت نفسه. الوقت نفسه؟ لكن أنا بلبلة النجمة. هكذا، هيا بنا يا ريشات. أحتاج فقط إلى كمية كبيرة من الصمغ وينتهي العمل. وأخيراً. دم 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 دم. لا يا كرز، لم ينتهي بعد. نرد 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 نرد. من هنا من فضلك. لا من هنا. صحيح. رف 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 رف. وهاي. أهلاً بلبلة، طاولتك صارت جاهزة. أظن أنك تعني مسرحي. الأنظار ستكون علي بلبلة. أعني علينا نحن الريشات. بسرعة، وقت الاستعراض. كم أنا متشوقة. حظاً سعيداً. هيا يا ريشات. هيا يا ريشات. لن تحاولي إبطائي هذه المرة. ماذا؟ أنا لم أفعل هذا من قبل. لن تستطيعي اللحاق بي. على الأقل أنا لا أهز ريشتيني لألفت انتباه الجميع. هذا يكفي، سأنسحب. سأنسحب أولاً. بست، دورك. لا يا رمبا، أنا أنسحب. الاستعراض قد ألغي. الريشات قد انتهت. ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث؟ لن ينجح الأمر يا روزي، كل منهم يريد أن يكون نجما. لكن أنا النجمة. سنكون كلنا نجوما، ولكن لبعض الوقت. لكل منكم دوره. هل يمكنكم ذلك؟ نحن نرحب بالجميع في استعراضنا البديع. إلى فوق إلى تحت في كل الأنحاء، نحن الأشهر في الفضاء. نحن ريشات الطائرة، نطير ونحوم إلى الغيوم أسرع من أسرع طائرة. نحن ريشات الطائرة. واحد، اثنان، كان يلزم صمغ أكثر. لقد عملنا معا. هيا إذن. والآن حان وقت الذهاب. انتهى العرض يا أصحاب، قضيتم أوقاتا رائعة معنا. نحن الريشات الطائرات الرائعة. رفرف رفرف. وماذا بعد ذلك؟ نطير ونحوم إلى الغيوم أسرع من أسرع طائرة. أنا نجم، أليس كذلك؟ أتريد الحقيقة يا رمبا؟ أتريدين شطيرة موز وعسل يا روزي؟ أنت نجم يا رمبا. وأنت أيضا يا روزي أحيانا. لكل واحد دوره.